جل علاه وانتقاه واجتباه واصطفاه، وصلى الله عليه وسلم خير من طلع على الوجود. سيدي يا رسول الله، طلعت على الوجود أتم رحمة، طلعت على الوجود، طلعت على الوجود أتم رحمة وأعظم منة وأجل نعمة، ويوم الحشر تكشف كل غمة وتمنح فيه محمود المقام. اللهم صل أفضل صلواتك أبدا على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله، وسلم تسليما كثيرا، وزده تشريفا وتكريما، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وبعد، ففي إطار ما تقوم به وزارة الأوقاف المصرية من ندوات دعوية وتثقيفية، تأتي فعاليات هذا اللقاء والذي نشرف فيه بوجود فضيلة الأستاذ الشيخ خالد الجندي، أستاذ الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكذلك أيضا نشرف بوجود فضيلة الدكتور أحمد عصام فرحات إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة الأوقاف في أوقاف منطقة القاهرة، وشرفنا ونشرف بوجود السيد الأستاذ الشيخ خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، كما نشرف أيضا بحضراتكم اليوم وفي هذه اللحظات. هذا اللقاء الذي يعقد كما تعلمون بمناسبة مولد سيد البرية سيدنا محمد ابن عبد الله، والذي كان يقول صلى الله عليه وسلم إذن رسول الله، يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. سيدنا رسول الله ومحمد ابن عبد الله، طبعا عايزين نعرف سيدنا رسول الله خيار من خيار من خيار، وكما قال: إن الله اصطفاني، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم المصان ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب الذي يدعى حكيما كان، ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر المزان ابن مالك ابن النضر ابن كنانة عالي الشان ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان هذا من ولد إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما السلام، وهذا ما عناه وحققه كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى
كنانة من ولد إسماعيل وهو عدنان. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. سيدي يا رسول الله، خيار خيار من خيار من خياري. سبقت الخلق في كرم النجار، وهل لك في المكارم من يجاري؟ ومنك تفرعت يا ابن الكرام. وها نحن الآن إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، في رحاب سيدتنا الطاهرة المطهرة، سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها. وفي هذا الشهر الكريم مكان مبارك، وهو جوار عقيلة بني هاشم، وزمان مبارك، وهو اليوم الرابع أو ليلة اليوم الخامس من شهر ربيع الأول، وهو شهر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول في شأنه: يا عيد ميلاد النبي الهادي، يا عيد ميلاد النبي الهادي، العيد أنت لسائر الأعياد. سطع الهدى، سطع الهدى لما سطعت على الورى، والبشر عما حواضر، والبشر عما حواضر وبوادي. يا عيد ميلاد النبي الهادي، العيد أنت لسائر الأعياد، لأنه لو لم يكن هناك عيد لمولد رسول الله ما كانت هناك الأعياد. فقد جاءنا حبيب الله ومصطفاه بالأعياد. سطع الهدى لما سطعت على الورى، والبشر عما حواضر وبوات. البشر بسيدنا رسول الله، بمولد سيدنا رسول الله. وهنا أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن نتحدث عن الفضائل قبل ومع مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول: اهتز بيت الله والأملاك فرحا وطربا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهتز بيت الله، أقول لحضراتكم، اهتز بيت الله. تزلزلت الكعبة ولم تستقر مدة 3 أيام من مولد حبيب الله ومصطفاه سيدنا محمد ابن عبد الله، فرحا وطربا بمولد خير البرية صلى الله عليه وسلم. واهتز بيت الله والأملاك من جذل إليك روائح وعوادي. وليس هذا فحسب، بل من الفضائل ومن الفضائل بمولد سيدنا رسول الله، سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم: واهتز بيت الله والأملاك من جذل إليك روائح وعوادي، وتنكس الأصنام، وتنكس الأصنام والنيران قد طفئت، وعما الخير كل بلادي. تنكس الأصنام إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، سقطت الأصنام على وجهها، وتنكست الأصنام والنيران قد طفئت،
ما المراد بالنيران التي طفئت ابتهاجا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها نار فارس، إنها نار فارس التي كانوا يعبدونها، وقد كانت توقد أشد الإيقاد ليلا ونهارا، فلم يقدر أحد تلك الليلة على إضاءة هذه النيران، حيث إنها تنكست ابتهاجا بقدوم خير البرية سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، وتنكس الأصنام والنيران قد طفئت، وعم الخصب كل بلاد. إيوان كسرى، إيوان كسرى، انظروا أيها الأحباب من الأفضال ومن الفضائل في لمولد سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إيوان كسرى، إيوان كسرى كسرت شرفاته وبشمله صاح الزمان بدادي. إيوان كسرى، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إيوان كسرى 14 شرفة من شرفات إيوان كسرى. طبعا كسرى نعلم أنه كان ملك من الملوك، كسرت، وذلك إعلاما بوجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الفضائل الكثير والكثير. لما؟ كيف هذا؟ فهو صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، بل وسيد السادات، يا سيدي يا رسول الله.